السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه وهران لنقف على المشروع نتاع الحديقه الحضاريه والحديقه التي تقع وسط مدينه وهران في المكان اللي كان فيه مجمع سكني مجمع باطنات الطليان والذي تم تهديمه، والان رانا بصدد انجاز حديقه حضاريه عمرانيه بارك اوربا ما يسمى، اذا ضخم بمساحه 12 هكتار، اذا بعد ما تم اضافه مساحه اخرى مجاوره للموقع نتاع باطنات الطليان، اذا عندنا مساحه خضراء وحديقه عموميه ضخمه راهي قيد الانشغال ب اذا وسط مدينه وهران، وان شاء الله تكون تصاميم عصريه وفيه يعني مراعاه لمقاييس يعني في ميدان التطوير العمراني، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم. لا صور تديرها من هنا ديرها الفوقه كاع كما راهم قاريها داكور ديرها زوج دو فواتير ومن بعد نشوفو سي جامي نلقاو لومبوتياج بزاف نزيدو زوج دو فواتير اخرى. اوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قلت بلي باش يعني أنا قلت في التصريحات السابقة وقلت بلي باش هذه رئة لولاية وهران متنفس جديد يعني للعائلات. الحمد لله المشروع هذا كان بدا صغير ولكن الحمد لله اليوم كبر. نقوم بعمل تاع يعني كل المساحه على تقريبا بدات ب 7.5 هكتار، ثم اضفنا يعني حتى المنطقه اللي متواجده في الضفه الاخرى من الطريق. نظن بلي باش اليوم راه لاحقين تقريبا الى اكثر 11 ولا 12 هكتار اللي راهي تم تهيئتها لهنايا، مساحات خضراء، مساحات نتاع العاب، مناطق يعني منطقه مخصصه للرياضه يعني بالنسبه للكبار، فيها العديد من الملاعب، ملعب تاع تنس وملعب كذلك يعني تاع بولودروم وكذلك ملاعب رياضيه اخرى، بل كذلك فيه طريق يعني اللي رايحين نقوموا بفتحه واللي يربط كذلك يعني هذه المنطقه اللي رانا فيها بالمنطقه الاخرى ميلينيوم. ظن بلي باش الطريق كذلك رايح يخفف من العده نتاع الازدحام على مستوى الولايه، على مستوى يعني هذا الطريق هذا خاصه الطريق المؤدي الى الناحيه الغربيه للولايه. نحن جد مرتاحين يعني سواء من ناحيه نوعيه الاشغال او حتى الكميه نتاع الاشغال المنجزه. ما بقاش الكثير يعني تقريبا يعني في ظرف اقل من شهر ان شاء الله سنستلم هذا المشروع هذا. احنا كنا قلنا بلي باش نستلموه في شهر ديسمبر ولكن يعني قمنا بزياده العديد من الاشغال، يعني العديد من الاشغال اضفناها، والاشغال هذه تمثل في كذلك اشغال التهيئه نتاع الحديقه المتواجده في الجهه المقابله، وكذلك اضافه بعض الاشغال كذلك على مستوى يعني هذه الحديقه هذه. ظل بلي باش 12 هكتار تهيئ كمساحات العاب ومساحات خضراء، وكذلك يعني تواجد فيها مطاعم ومقاهي وتواجد فيها كذلك يعني نشاطات اخرى. بدون شك انها ستخفف من ما ستخفف كذلك يعني الضغط على العائلات الوهرانيه خاصه خلال فصل الصيف. كل يعلم بلي باش وهرانيه تفتقر الى مثل هكذا اماكن. في كذلك برنامج طموح ان شاء الله رانا خططنا له وسنبدا فيه انطلاقا من شهر جونفي فيفري ان شاء الله كذلك باعاده الاعتبار الى الحدائق الاخرى. كل يعلم بلي باش سنوات وسنوات هذه الحدائق ما تمش لاعاده الاعتبار تاعها وعرفت يعني نوع من التدهور، سنعيد لها كذلك يعني جمالها ان شاء الله وتكون مفتوحه الى كل يعني ساكنة ولايه وهران وحتى الضيوف خلال الصيف القادمه ان شاء الله.